هي أرض الفيروز، ومن ثم بيحتفل المصريون بالذكرى 29 أو السنة 29، مش ذكرى وإنما هي عيد عودة طابة، آخر قطعة وآخر جزء من جسد الدولة المصرية. على طابة في رفع العلم المصري فوق طابة الحبيبة يوم 19 مارس 1989، وكانت معركة قانونية غير مسبوقة، المعركة العسكرية لتحرير سيناء اللي بدأت فور هزيمة 67، حرب الاستنزاف ثم حرب العبور في أكتوبر 73، ثم معركة سياسية حامية الوطيس بتنتهي بعورة الأرض. وقبل التسليم النهائي فجرت إسرائيل مفاجأة باحتفاظها بطابة، وهي رغم قلة مساحتها إلا أنها أرض مصرية، والمصريون لم ولن يفرطوا في حبة أرض من أراضي مصر الحبيبة. خاض الشعب المصري ممثلا في الدولة، ممثلا في فريق قانوني رصين بهذه المعركة، ودخلنا تحكيم دولي، وفي النهاية كانت القضية محسومة لمصلحة الدولة صاحبة الحق وهي مصر. وعادت طابة إلى حضن سيناء بعدما عادت سيناء إلى حضن الدولة المصرية.